بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا هنبتدي الصوم الكبير، والصوم الكبير يعتبر أعظم الأصوام في الكنيسة القبطية، عشان كده بيسموه الصوم الكبير. وأيضا كبير لأنه أكثر أيام، يعني ما فيش صوم فيه أيام قد الصوم الكبير. ويعتبر الصوم الكبير لأنه صوم سيدي، تذكار لصوم السيد المسيح. والصوم الكبير عبارة عن ثلاث أصوام مع بعض. الأربعين يوم الوسطانيين تذكار للأربعين يوم اللي صامهم السيد المسيح، وبعديهم أسبوع الآلام، ده غير الأربعين المقدسة. عشان كده الأربعين يوم اللي صامهم السيد المسيح وبنصومهم احنا بينتهوا بجمعة ختام الصوم. ولعل البعض يستغرب يعني ايه جمعة ختام الصوم ولسه بعد كده ما خلصناش صوم. يقصدوا بجمعة ختام الصوم ختام الأربعين المقدسة، وبعدين يبتدي أسبوع الآلام بعد حد الزعف. فيبقى الأربعين المقدسة وأسبوع الآلام، والصوم الثالث هو الأسبوع اللي قبل الأربعين المقدسة اللي هنبتديه من بكرة دلوقتي. وقالوا الآباء إن هذا الأسبوع تعويض عن السبوت اللي ما فيهاش انقطاع عن الطعام. يعني إحنا بننقطع عن الطعام كل يوم ما عدا السبوت والأحد طبعا عشان القداس. فتعويضا ليه بناخد أسبوع قبل كده. وقال البعض إن الأسبوع الأول تمهيدي للصيام الكبير. والصيام الكبير من أهميته مش بس الأسبوع الأول التمهيدي، وإنما أيضا بنمهد إليه قبل كده بأسبوعين بصوم نينوى أو صوم يونان بنفس الطقس وبنفس اللحم نتعود عليه. الصوم ده مفروض إنه فترة تخزين روحي، نخزن فيه روحيات تنفعنا لما ندخل في الخمسين، لا فيها مطنيات ولا فيها انقطاع ولا فيها أصوات. فترة تخزين روحي. ومن أهمية الصوم الكبير إن الأباطرة اللي كانوا أرثوذكس كانوا بيسمحوا للناس حتى المساجين يخرجوا من السجن ويصوموا ويحضروا الألحان والقراءات. طبعا كلكم هتكونوا صايمين. أنا أكره ما يسمونه الرفاع، يعني واحد هيبتدي الصوم والصوم المقدس يقول نرفع النهارده. ترفع ازاي؟ بكل ما لذ وطاب من طعام وشراب. يقول الحق اكل الحاجات دي عشان مش هاكلها في الاربعين يوم. بقى واحد يبتدي فترة الصوم الكبير بشهوة الأكل يوم الرفاع، هي دي مقدمة، تبقى مقدمة سيئة جدا.
احنا مفروض نترفع عن فترة الرفاع اللي الناس يقعدوا ياكلوا فيها زي ما هم عايزين. على كل ان هي خلصت ما فاضلش غير ساعة ولا ساعتين. اوعوا تقولوا خرجنا بدري عشان نلحق نرفع. لا. ولكني أحب أن أقول لكم إن ما دام فترة الصوم دي فترة مقدسة كبيرة لازم ندخل في تدريب روحية أثناء الصوم. تدريب روحية، ندرب نفسنا على روحيات معينة تقوينا روحيا في هذه الفترة. لأني أخشى الآتي: ناس كتير صاموا الصيام الكبير بتاع السنة اللي فاتت واللي قبليها واللي قبل اللي قبليها وسنوات طويلة، ومع ذلك هم لم يتغيروا، نفس الطباع، نفس التصرف، نفس الخطايا، نفس الضعفات. أمال يعني إيه الصيام؟ هل تفتكروا ان الصيام ده علاقه مع الاكل ولا علاقه مع ربنا؟ ما علاقه مع الاكل، يعني لا ناكل لحوم ولا البان ولا اسماك ومشتقات كل دول مع بعض. فجايز ناس لا ياكلوا لحوم ولا فروج ولا طيور ولا أسماك ولا ألبان ولا جبن ولا حاجات زي كده، والطبع نفس الطبع والأخلاق نفس الأخلاق والأغلاط نفس الأغلاط والضعفات نفس الضعفات. ده كلام ما يرضيش ربنا ويدل على أن احنا ما استفدناش من الصوم. أمال نستفيد من الصوم يعني إيه؟ يعني ندرب نفسنا على أشياء أثناء الصوم، وده عبارة عن 8 أسابيع. فنمرن نفسنا، إما نمرن نفسنا على ترك أغلاط موجودة عندنا أو طباع موجودة عندنا، نمرن نفسنا على تركها، أو ندرب نفسنا مثلا على أخطاء الكلام إن كان كلامنا كتير نبطل الكلام الكتير. ما في ناس لو انفتحوا في الكلام ما يقفلوش. أو واحد يطلبك في التليفون وهو مش عارف انت فاضي ولا مش فاضي وينزل كلام، كل ما تحاول تختم يفتح نبطل نفسنا على كثرة الكلام، لأن الكتاب بيقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية. إن كنا ما نقدرش نمرن نفسنا من جهة الكلام ناخدها جزئيا، يعني نمرن نفسنا ان احنا نبعد عن الصوت العالي والصوت الحاد، نمرن نفسنا ان احنا لا نقاطع غيرنا اثناء الحديث ونسكت غيرنا عشان نتكلم احنا، نمرن نفسنا إن كلامنا ما يكونش فيه كلمة جارحة أو كلمة خارجة، نمرن نفسنا إن إحنا ما نشخطش. في ناس يعالجوا المسألة بالشخط والنطف. نكلم نفسنا إن ألفاظنا تكون رقيقة
ولطيفة، وكل كلمة يعني تخرج عن هذا نبتعد عنه. دي مثلا من ناحية الكلام علشان ما نغلطش في الكلام. ممكن واحد يدرب نفسه في الصوم الكبير، وخاصة الأشخاص الخدام أو الأبرار، إن يزود صلواته في فترة الصوم. واحد بيصلي صلوات الأجبية، ما فيش مانع بالإضافة إلى صلوات الأجبية يكون له صلواته الخاصة اللي يكلم فيها ربنا بصراحة كده. يعني في صلاة الأجبية في صلاة الشكر مثلا، بالإضافة إلى صلاة الشكر الواحد يقف كده يقول يا رب أشكرك على كذا كذا في حياتي من أول ما اتولدت لغاية دلوقتي. زي ما المزمور بيقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. فربنا أحسن إلينا بأشياء كثيرة في حياتنا. أشكرك يا رب لأنك سترت علينا في المرض الفلاني، أشكرك يا رب إن ناس من قرايبي ومن أحبائي سترت عليهم، أشكرك يا رب إنك نجحتني في امتحانات كذا وكذا، أشكرك يا رب إنك دخلتني في الوظيفة الفلانية، أشكرك يا رب إنك اديتني توبة معينة وساعدتني بنعمتك إن أنا أتوب وأعترف وأتناول. أشكرك يا رب إن أنا جاي جوه الكنيسة. الشكر ده غير مجرد صلاة الشكر المحفوظة. يعني حاولوا تتمرنوا على الصلوات الخاصة بالإضافة إلى الصلوات الأجبية. تتمرنوا على الصلوات الخاصة اللي الواحد بيكلم ربنا من قلبه، بيكلم ربنا من قلبه. ده ممكن تقولوا نشكرك يا رب إن النهاردة الصبح كان مطر والليل كان مطر، وأول ما جه ميعاد الاجتماع وميعاد مقابلتنا بطل المطر. ربنا يعمل فيكم الجميل ده ومحدش يشكر يقول للناس دول مهما عملت فيهم مفيش فايدة. كل حاجة الإنسان اللي ولف على حياته الشكر يجد أشياء كتيرة جدا في حياته في كل يوم تحتاج إلى شكر. ده أنت تقول أشكرك يا رب إن في صحتي وإن أنا قادر أجري الكنيسة وقادر أمشي على رجلي، تقول له دي عايزة شكر. لو ربنا سمح إن رجليك ما تعرفش تمشي تقول آه أنا ما شكرتش أيام ما رجلي كانت كويسة. مرن نفسنا على الصلوات الخاصة. في ناس بيمرنوا نفسهم على الصلوات القصيرة المتكررة، يعني يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب اغفر، أشكرك يا رب وباركك يا رب، أحبك يا رب يسوع المسيح، اغفر لي يا رب وارحمني. حاجات كتيرة جدا يكرروها يكرروها يكرروها. ممكن واحد يمرن نفسه على حفظ بعض مزامير يقدر يقولها في أي وقت، وخصوصا المزامير القصيرة. يحفظ تدريب للحفظ أثناء الصيام الكبير. في واحد مرة قال لي إن هو في الصيام الكبير مرن نفسه على حفظ العظة على الجبل. العظة على الجبل دي ثلاث إصحاحات من متى، متى 5 ومتى 6 ومتى 7،
ودول 40 يوم، 55 يوم. لو كل يوم حفظ له 4 آيات يخلص عليهم. أنا فاكر أول مرة سكنت في الجبل، في المغارة في الجبل يعني، قلت أمرن نفسي على حاجة. فمرنت نفسي في أول أسبوع على حفظ المجمع اللي في الأبسرمادية. طبعا نسيته دلوقتي، أنا بس بقول لكم أيام زمان، أيام ما كنت بعرف ربنا كويس. أيام وأمكن في الأسبوع الأول حفظه. الواحد يعود نفسه على حفظ أشياء، من أسهل الأشياء حفظ بعض المزامير، ولما تحفظ مزمور تقدر تستخدمه، تستخدمه وانت رايح وانت جاي وانت قاعد وسط الناس وانت نايم حتى، وانت نايم ايه حتى. يعني واحد بيعمل عملية يرقد كده على الايه هيبنجوه. طب قبل ما يبنجوه يقول مزمور من المزامير اللي تمس قلبه وتمس الحالة اللي هو فيها. واحد قاعد وسط الناس وبيكلموا كلامه هو مش عايز يندمج معاهم في الكلام، يوم هم بيتكلموا وهو بيقول مزمور في قلبه في سره، طبعا مش يعمل شفايفه كده كده عشان يحسوا انه بيقول، لا هو صامت وساكت وقلبه بيتكلم، ويبقى النوتي في حساب والرئيس في حساب، هم بيقولوا اللي بيقولوه وهو ماشي مع ربنا في سكة تاني. مرنوا نفسكم انكم تحفظوا بعض المزامير. والستات برضو، تصوروا واحدة ست بتطبخ في البيت وهي بتطبخ بتقول المزامير، يبقى الطبيخ مطبوخ بالمزامير. اللي ياكل منه ياكل بركة، مش قاعدة تطبخ هات يا بنت الحاجة الفلانية حط يا فلانة دي كده بنت زي قول الكلام ده ينفعش. ودي الحاجة اللي كانوا بيعملوها الرهبان، كانوا عشان يخبزوا وهم بيعجنوا لقراءات مقدسة وهم بيعملوا كل الأدوات التانية سواء بالطبيخ أو خبيز أو عمل قربان أو غيره. مفروض اللي بيعملوا القربان يكونوا بيعملوا القربان ممزوج بالتسبيح والصلوات، ولذلك بناكل قربان مقدس، مش بس اللي بيبقى الحمل اللي بيخش الهيكل وبقية القربان معجون بالصلوات مخبوز بالصلوات. تدريب الحفظ تدريب كويس، أو ممكن حفظ ألحان استعدادا لأسبوع الآلام. أو ممكن واحد يدي نفسه، ما دام افرض ما عندوش قوة على الحفظ، يدي نفسه فرصة للقراءات الروحية أكتر، قراءات روحية أكتر، سواء قراءات في الكتاب المقدس أو قراءات في سير القديسين أو قراءات في تأملات روحية، هم يشبع عقله بجو روحي. إن ما كانش عنده فرصة للقراءة يبقى عنده فرصة للسماع. إزاي السماع؟ في ناس يجيبوا أشرطة تتحط في ريكوردر
حتى وهو في العربية رايح جاي بيكون بيسمع وبيبقى عقله مشغول بجو روحي. المهم فترة الصيام الكبير ما تبقاش فترة عادية زي أيام السنة الأخرى، لا، وإنما تبقى أيام روحية. أو خدوا مثلا فترة للتأملات الروحية، أو إنسان يكون تعبان من خطية معينة يقرأ على كتاب كويس يخص علاج هذه الخطية. يعني افرض ان واحد تعبان من خطية الغضب ودايما يغضب ويتنرفز، يقرأ كتاب عن الغضب ومعالجته. انا اصدرت لكم كتاب عن الموضوع ده، يا ريت تقروه. او يكون انسان مثلا بيتكل على محبة ربنا ونتيجة كده يلخبط زي ما عايز يقول ربنا حنين وربنا طيب وربنا يغفر وتخليه ينسى روحه، يقرأ له كتاب عن مخافة الله عشان تبقى مخافة الله في قلبه. أو إنسان تكون خطيته ماسك سيرة الناس، يقرأ كتاب عن الإدانة، لا تدينوا لكي لا تدانوا بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم، وفي كتب تلت عن كده. يعني يحاول يقرأ كتب تعالج الضعفات اللي فيه والخطايا اللي هو بيقع فيها. أو إنسان مش قادر يتوب يقرأ كتاب عن التوبة، يعني يشغل ذهنه بالشيء اللي يفيده في حياته الروحية. المهم ان احنا نخرج من الصيام وقد استفدنا روحيا فائدة جديدة. وبعد ما يخلص الصيام الناس يبصوا لنا يلاقوا ده شخص جديد، مش ده بتاع زمان، اتصلح خالص. يعني ربنا يجعله صوم مبارك ويفرحنا بيكم فيه. اتفضلوا.